السلام عليكم، شلونكم؟ سابا اليوم راح نعمل رياكشن على رجاء مزيان. رجاء يا ويلي على رجوع. انا طبعا هاي رجاء مزيان انا احبها كثير، هي اللي غيرت رايي بالرابر العربي البنات، طبعا الرابرز العربي، لانه فعلا قويه جدا هاي المره، قويه كشخصيه وكاغاني وككل شيء. فاليوم حابين نعمل رياكشن على اغاني القديمه. اسم الاغنيه سيرفي فور، سيرفي فور. اوكي قديم، انا بسبب غيابي ما تفرجت على اغانيها القديمه نهائيا، فراح نعمل على كل اغانيها القديمه رياكشن. خلونا نتفرج. مع شغلة حلوة عن جد، هاي الشغلة اللي عملتها انه تكتب تحت باللغة العربية الفصحى، يعني هيك انا راح افهم الغنية كلها راح افهمها اكيد. كل ميدا فايلة او بالانجليزي كمان طالع حلوة. تمام يا اخي، هالمرة هاي جمال ابداع كله. وغير ذلك يعني بصراحة قصتها كثير كثير، انها منفية من بلدها، وهي فعلا فعلا انسانة قوية وصامدة، والكلمات هاي عن جد. ان شاء الله يا رب ترجعين لبلدك باقرب وقت ويرجع كل شيء مثل ما. فانت فعلا انا ما اتمنى غير انه فعلا ما تستسلمين وتظلين قوية. بس الفيديو هي حادث، عملت حادث ونجت منه. اوكي لا تسميني انا نجمة، سميني انا ناجية، هي اكيد قصدها يعني. اوكي جميل، كلمات جميلة، بس ضربت هيك بالانجليزي كمان عجبتني، حلوة يعني.
آه طبعا رجاء مزيان لاحظت انه اغلب اغانيها السياسيه اغلبها تحكي انه انتو ايش ما عملتوا معي انا ما راح استسلم، ايش من ضغط وايش من عملته انا ما راح استسلم. شفناها بالاغنيه اللي قبلها وهي الاغنيه القديمه كمان، كانه كثير النظام قام يضغط عليها، كانه فعلا فعلا مجروحه كثير من هذا الموضوع. فيا رب الله يفرجها ويرجع كل واحد منفي لبلده عن جد هذا الشيء. وخصوصا لما يكون انسان عنده كثير حب للوطن، يعني هي مبين كثير كثير عندها حب للجزائر وللوطن. الاغنيه جميله جدا وهي جميله جدا وكله جميل. وراح نعمل كمان رياكشن على اغانيها مش الجديد، هي جديده بالنسبه لي لان انا ما شفتها، يعني نعمل اغانيها القديمه اللي هي جديده، يعني اللي اوكي انتوا فهمتوا علي. والاغنيه كثير حلوه، ومن الو سيستم انا هاي المره عشقتها، مش عشقتها يعني عشقتها يعني اني وقعت بحب، عشقت ادائها، يعني هي انسانه متزوجه يعني مع كل الاحترام يعني، بس عشقت راب تبعها. واو واو اقول لكم هي اللي غيرت رايي بالرابرز البنات، يعني بصراحه انسانه عن جد محاربه عن جد بكل الاحترام. ولهون يكون خلص الفيديو، نشوفكم فيديو جديد، سلام.